بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن اشتداد الصراع بين الحق والباطل، تكلمنا عن مجهوداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المواسم، في موسم الحج والتجارة، وكيف كان يعرض نفسه على جميع القبائل صلى الله عليه وسلم: من يحملني كي أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. وكيف كان الإعلام الخبيث من قريش يسير خلفه في كل مكان يكذب ويشهر ويشوه، نعم، حتى لا يسمع له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كيف نوع صلى الله عليه وسلم في أساليبه، وكان لا يخرج إلا ليلا بعد أن يهدأ هذا الإعلام الخبيث، وعرض نفسه على مجموعة من القبائل في الليل في سكونه وهدوئه، وكانت مواقف ومواقف ومواعظ وعبر ودروس لدعاة التغيير في كل زمان ومكان. وكيف وهو في أشد الكرب صلى الله عليه وسلم وفي أمس الحاجة لمن يحمله حتى يبلغ رسالة ربه، يرفض أي تحالف على حساب الثواب الشرعية على حساب القرآن والسنة. لم يفرط عليه الصلاة والسلام، ولم يداهن، ولم يقبل عروضا مغرية من قبائل لها شوكة ولها قوة ولها مكانة، كما تحدثنا عن بعض الأمثلة في هذا. وكيف كان واثقا عليه الصلاة والسلام حينما أوذي شديدا، كما كان يقول لابنته زينب: يا بني لا تخشي على أبيك غلب ولا ذلة، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ومضى صلى الله عليه وسلم جاهدا في تلك المواسم يعرض نفسه ليلا على القبائل، وفي ليلة من الليالي مر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنى ناحية العقبة برهط يقفون في عرض الطريق، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من الخزرج، وكانوا ستة من الشباب والرجال. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أو تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فجلسوا، وجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به وبرسوله، ودعاهم إلى أن يسلموا الوجه لله تبارك وتعالى،
وحذرهم من مغبة الشرك، وبين لهم عظمة هذا الدين وإلى ما يدعو، وحذر وأنذر وبين ووضح. وكانت كلمات موفقة مسددة، نعم وافقت قدر الله تبارك وتعالى في هؤلاء الستة، في هؤلاء النفر. فكان أول ما قالوا بعد أن انتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم أن قال أحدهم: اسمع إلى هذه العبارات وتأمل كيف إذا أراد تبارك وتعالى شيئا مهد له وأعد له ووفق له سبحانه وتعالى. قال: يا قوم، إنكم لتعلمون أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. نعم، فآمنوا جميعا، أسلموا جميعا في نفس اللحظة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله أكبر. نعم، أسلموا جميعا في نفس اللحظة، في نفس واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تركنا قومنا من ورائنا وبينهم من الشر والعداوة ما بينهم، ويجمعه الله بك فلا رجل أعز منك على وجه الأرض أبدا. نعم، لما كان لأهل يثرب من مكانة عظيمة، أهل جلد وقوة ونجدة وشهامة وقيم ومبادئ، معناه كانوا على الشرك وعبادة الأوثان أنذاك، لكن كانوا يعرفون برجولة وشجاعة وإيثار ورقة لا نظير لها بالمرة. نعم، إن من ورائنا قومنا وبينهم من الشر والعداوة ما بينهم، يجمعه الله بك فلا رجل أعز منك أبدا على وجه الأرض. ثم وصاهم عليه الصلاة والسلام وحملهم بالوصاية الثمينة، وانطلقوا مع قومهم على أن يقابلوه في العام القادم. ما أصبرك يا رسول الله، ما أحلمك يا رسول الله على دعوتك، نعم على النتائج، نعم تبذل ما في وسعك والباقي على الله تبارك وتعالى. انطلق أولئك النفر، وفي قصة إسلامهم العبرة والعظة والدروس المستفادة، فانظروا يا دعاة التغيير وتأملوا. نعم، إن النصر مع الصبر، مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. نعم، بزغ الأمل وظهر النور في هؤلاء الستة الذين كانوا اللبنات الأولى للانطلاقة إلى العالمية، نعم إلى قيادة هذا الدين للبشرية. هؤلاء الستة، انظر، في توقيت عصيب شديد كهذا أكرم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما إن سمعوا حتى أسلموا الوجه لله تبارك وتعالى. وما السبب في إسلامهم؟ أولا هي إرادة الله تبارك وتعالى الذي أراد لهم الخير، وأراد لمحمد صلى الله عليه وسلم الخير، وأراد للبشرية الخير، أن يكونوا هم النواة التي انطلقت بها الأمة إلى العالمية. انظر إلى سبب إسلامهم، هم يقطنون في يثرب، في المدينة يعني، وفيها الأوس والخزرج، وبينهم من العداوة ما بينهما. وكان في المدينة اليهود كما تعلمون هاجروا بعد كر وفر في أماكن كثيرة إلى يثرب، ينتظرون خروج نبي آخر الزمان، يظنونه سيكون منهم وفيهم بمواصفات معينة، أن المدينة هي مهجره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وواطن المدينة، وكان أس الشر والفساد والتحريش بين الأوس والخزرج. فبعضهم والى هؤلاء وبعضهم والى هؤلاء، وكانوا يتاجرون في السلاح وفي الطعام وفي الذهب، وتحكموا في سوق المال، وكانوا يحرشون ويؤلبون. ولما كان الأوس والخزرج يضيقون عليهم كانوا يعني يقولون تلك الكلمة: إنه آن أوان نبي آخر الزمان، وسيبعث وسنتبعه وسنقاتلكم معه قتل إرم وعاد. فكانت كلمات تقال هكذا من يهود يتهددون بها الأوس والخزرج في المستقبل الذي سيأتي الله أعلم متى وكيف، فأخذوا تلك الكلمات وفهموها واستوعبوها. فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم تذكروها فبادروا حتى لا يسبقوا لهذا الدين العظيم. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، مع أن يهود لم يسلموا
ولم يؤمنوا حقدا وحسدا وغلا وكراهية أنه لم يكن منهم. انظر معهم يعرفونه كما قال القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن انظر إلى كفرهم وعنادهم واستكبارهم. هم حاربوا وهم صدوا ومكروا وكادوا وحرشوا وألبوا، وآمن الأنصار وآمن الأوس وآمن الخزرج. الله أكبر، إن الله لا يحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هؤلاء القوم لا خلاق لهم بالمرة، لكن تلك الكلمات التي خرجت منهم وقعت في قلوب القوم فكان لها أبلغ الأثر في سماعه صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به. انطلق أولئك النفر الستة، ولك أن تتعلم يا من تسير في ركاب التغيير، يا من تريد أن تسهم في تحقيق التغيير والارتقاء بالأمة من جديد، الشعور بالمسؤولية. ستة في وسط مدينة، في وسط يثرب بأكملها، في ذاك الجو الملبد، في ذاك الجو الذي فيه من المخاطر والفتن بين الأوس والخزرج ووجود يهود في تلك المنطقة المثيرة المؤثرة في موقعها، في اقتصادها، في أهلها، في ناسها. ستة من الرجال يشعرون بالمسؤولية، يحملون هم الدين من جلسة واحدة، من جلسة واحدة يحملون هم الدين، يعلمون ويعلموننا أن العمل للدين قرين الانتماء إليه، أنك طالما أسلمت الوجه لله لابد أن تعمل للدين، لابد أن تحمل هم الدين، لابد أن تتحرك لتبلغ رسالة الله للعالمين. هكذا ينبغي أن تفهم يا من تنشد التغيير وتتمنى التغيير. كيف يقع التغيير وأنت هكذا على سلبيتك، على فوضويتك، على عشوائيتك، على غفلتك، على تهميشك للعمل لنصرة دين الله عز وجل؟ قدمت عليه هموم الزوجة والولد والتجارة والصناعة والزراعة والدنيا، وتقول أتمنى أن ينصر الدين، أن تعود الأمة. كيف تعود إن لم تشعر أنت بالمسؤولية وتنطلق تحمل هم الدين تقدمه على سائر الهموم؟ انطلقوا رضي الله عنهم أولئك الستة ودخلوا في ذاك الجو العجيب، ودعوا في وسط الخزرج، ودعوا أيضا في الأوس، وتحركوا بهذا الدين يدعون إليه بكل قوة وبكل ثبات وبكل جرأة، يوضحون هذه الرسالة الجديدة، ويقولون لقومهم احذروا أن تسبقكم يهود إلى هذا الدين العظيم، بادروا وسارعوا. فانتشر خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس يعني لا زالوا متحيرين، لم يأخذوا القرار. كم أسلم على أيدي هؤلاء الستة في عام كامل؟ أسلم ستة على يد هؤلاء الستة. انظر، وانطلقوا في العام التالي، عام كامل انطلقوا في موسم الحج والتجارة إلى مكة في وسط قومهم لا يدري بهم أحد، 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوسي، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموطن، في نفس المكان، في جوف الليل أيضا، لأن الإعلام القرشي يتحرك طوال النهار، يمنع بكل شراسة وقوة أي دعوة وأي توضيح وأي كلام من النبي ومن أتباعه لأي من الوفود التي أتت إلى مكة. ثم جلس معهم عليه الصلاة والسلام، وكان من بين هؤلاء، من بين هؤلاء الرجال عبادة بن الصامت، أسعد بن زرارة، جابر بن عبد الله، وغيرهم من الاثنى عشر الذين ذكرناهم. فتكلم معهم عليه الصلاة والسلام واستبشر بهم وفرح فرحا عظيما أن زاد العدد فأصبح 12 رجل. الله أكبر، فيهم من الأوس مع العدد الذي من الخزرج، هذا والله يبشر بنجاح عظيم، وعلى إمكانية الجمع بين هؤلاء وهؤلاء على فترة بإذن الله تبارك وتعالى قصيرة، سيكون لهم أبلغ الأثر في تغيير دفة الأمور وفي الانطلاقة للعالمية. فكانت بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى كانت في هذه الليلة مع هؤلاء الرجال 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوسي. وبدأ عليه الصلاة والسلام يوضح لهم كيف يعني تكون البيعة وعلى ما يبيعونه. يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، اسمع، وألا نقتل أولادنا، وألا نزني، وألا نسرق، وألا نأتي بوهتان نفتريه من بين أيدينا ولا أرجلنا، وألا نعصيه في معروف أبدا. ثم قال لنا: من وفى بذلك منكم فله الجنة،
ومن اقترف شيئا ومن غشي شيئا يعني وقع في شيء من هذه المحظورات فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. انظر إلى هذه البيعة، انظر إلى بنودها، انظر إلى الإشارات الإيمانية فيها لدعاة التغيير في كل زمان ومكان، بما يبدأون وكيف يرتبون الأولويات. الدعوة إلى التوحيد أولا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. انظر إلى هذا المعنى العظيم الراقي، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. العقيدة أولا عباد الله، حرص على أن يتعاهد معهم على أن يوحدوا الله تبارك وتعالى حق توحيده، وأن لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. أمر العقيدة عباد الله، حينما تصح العقيدة، حينما ترسخ العقيدة في القلوب، سنجد بإذن الله تبارك وتعالى من يعظم ربه، ومن يعظم دينه، ومن يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام. سنجد من يبذل، من يضحي، من يقدم المال والولد والنفس والدنيا بأسرها في سبيل رفعة هذا الدين، لأن العقيدة هي بمثابة الطاقة الدافعة والقوة الرادعة، بمثابة الصوت الذي يضبط ويربي ويؤدب. نجح عليه الصلاة والسلام في أن يتعاهد معهم على توحيد الله أولا وقبل كل شيء، ثم أشار إلى بعض الفواحش المنتشرة آنذاك في تلك المجتمعات، كقتل البنات مثلا، وكالزنا مثلا، وكالسرقة، وكالكذب والبهتان إلى آخر هذه المعاني. هذه فواحش إذا انتشرت في المجتمعات لا شك أنها ستنحل، ستفقد الطمأنينة والأمان والسكينة، ستفقد مثلا روح الألفة والمحبة والتعاون، سيكون الهلع والخوف والجزع واختلاط الأنساب، وبالتالي الشر والفساد والضعف والخور إلى آخر هذه المعاني. هذه إشارات تربوية لدعاة التغيير. حاربوا أولا، بعد أن تؤسسوا العقيدة حاربوا تلك الفواحش، طهروا المجتمع من هذه المنكرات، فهي سبب عظيم في ضعفه وخوره وسقوطه ومذلته وانكساره، لأنها إذا انتشرت أدت إلى هذه الصورة القاتمة التي نشاهدها الآن. لذلك حرص عليه الصلاة والسلام على بيانها، وقص عليها الكثير، ليست هي وحسب، بل يوجد منها الكثير والكثير في ذاك المجتمع والآن. ولذلك نقول هذه تكفي لنتعلم أن الفواحش من أعظم أسباب السقوط والضعف والهوان والخور والمذلة والانكسار. إذا نجحنا في التحرر منها مع تثبيت العقيدة الصحيحة كانت لجاما لنا، انضبطنا، فلا تجد سرقة ولا زنا ولا كذب ولا معصية ولا تمرد ولا مخالفة لأمر لله ولرسوله أبدا، لأن العقيدة راسخة وقوية في القلوب. أما إذا لم تكن عقيدة سيكون تفلت وقلة حياء، وسيكون جرأة على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، وبالتالي انتشار الفواحش، وبالتالي السقوط المدوي. فكانت كلمات عظيمة، حفظوها ووعوها جيدا رضي الله عنهم وارضاهم، ثم حملهم بكثير من الوصايا الثمينة العظيمة الجميلة، وأرسل معهم أول رسول للإسلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، أرسله معهم معلما ومربيا وموجها ليستطلع الأرض، ليستطلع أحوال الناس، ليكتب تقريرا مفصلا عن واقع يثرب هل يصلح من الداخل لكي تنطلق منه الأمة إلى العالمية لينصر هذا الدين. أرسل هذا الشاب الصغير الذي كان يحيا حياة الطرف والنعومة، نعم، والشهرة في قريش على أيام شركه، ثم كيف لما أسلم وكان اختيارا موفقا عظيما، تعاهد معهم أن يأتوه في العام القادم. ما أصبرك يا رسول الله، ما أطول صبرك يا رسول الله على دعوتك. نعم، يعلمنا عليه الصلاة والسلام معان عظيمة لابد أن نرتقي ونخرج بها من هذه الوقفات التربوية. عليك يا حامل راية التغيير أن تصبر، لا تتعجل النتائج، فالنتائج هذه بيد الله تبارك وتعالى، أنت تبذل ما في وسعك فقط والباقي على الله تبارك وتعالى. متى وكيف وأين لا شأن لك بهذا، المهم أين أنت، بذلت، أديت ما عليك على الوجه الأكمل، دع النتاج على الله تبارك وتعالى. كان يصبر من عام إلى عام، في العام الأول على ستة بعد أن أغلقت مكة تماما، يأتون في العام التالي باثنى عشر رجل، فيصبر على أن يأتوه في العام الثالث. انظر إلى هذا الصبر، انظر إلى هذا الدرس. دعاة التغيير لا تتعجلوا، لأن من تعجل وتسرع
لا شك سيفرط، سيقع في تحالفات غير شرعية غير مقبولة فيها تفريط في القيم والمبادئ. فضلا عن العقائد والشرائع، عليك أن تؤدي ما عليك فقط وتصبر على دعوتك، وأنت على يقين أن النصر آت بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا علمهم عليه الصلاة والسلام. انطلق مصعب مع هؤلاء النفر ودخل المدينة ونزل على أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه من الخزرج. ولك أن تتخيل لماذا مصعب، لماذا مصعب؟ هذا نموذج لدعاة التغيير، هذا مثال لمحب التغيير وتحقيق التغيير في أرض الواقع. يقول لنا هكذا يكون دعاة التغيير. هذا الشاب كان يحيا حياة الطرف والنعومة، وكان غنيا، وكان ذا مال، وكان له شهرة، ويشار إليه بالبنان. فلما أسلم الوجه لله زهد في الدنيا وترك زينة الدنيا، وكان يحيا حياة بسيطة متواضعة. وكان من أجمل صفاته لاختياره لهذا الدور العظيم الذي كان نقطة تحول في حياة الأمة إلى العالمية، انظر أن فتح يثرب فتحا عظيما. من أعظم صفات هذا الرجل، أولا كان طالبا للعلم وحريصا على أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا دعاة التغيير أهمية العلم وأهمية طلب العلم. لماذا؟ لأننا في صراع مع الباطل. إن لم يكن عندنا علم شرعي لتفريد الشبهات والرد على الطعنات وبيان عظمة هذا الدين وبيان الافتراءات التي تلقى عليه وعلى نبيه وعلى منهجه، كيف سنرد؟ عندهم من الفصاحة والبيان ما عندهم، وإن من البيان لسحرة. لابد أن يكون عندنا أهمية قصوى وضرورية حتمية في طلب العلم لنستطيع الرد على أمثال هؤلاء. كان مصعب معد من هذا الباب، ألقي نعم بنفسه على يعني مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقط المعاني العلمية والشرعية لينجح في الرد وتوضيح الأمور وبيان عظمة الإسلام. فكانت أول صفة لدعاة التغيير أن يكونوا على علم شرعي حتى لا يعجزوا أن يردوا على كل الذي يلقى على هذا الدين العظيم في طريقهم، حتى يكونوا على فصاحة وبيان. وكان فصيحا بينا رضي الله عنه، كان عنده فصاحة وبيان عجيب، فكان مؤثرا ما أن يسمع حتى يحدث تغييرا في من حوله. سبحان الله، كذلك كان على حكمة عظيمة تشربها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لالتزامه وقربه من رسول الله نال من الحكمة نصيبا وافرا. يقال في تحليل شخصيته، كان من أعظم أسباب تأثيره في أهل يثرب في الأوس والخزرج أنه كان، اسمع إلى هذا المعنى العظيم، كان حكيما وكان فصيحا وكان بينا، مع علمه الذي سبق، مع تحليه بالحلم والرفق والرقة واللين أثر في المحيطين. لذلك قالوا كان رضي الله عنه وارضاه من أعظم الناس خلقا، وكان من أشبههم برسول الله خلقا. لذلك أثر بأخلاقه العظيمة في مدعويه من الأوس والخزرج، ففتح فتحا عظيما تبارك وتعالى على يديه بهذه الصفات العظيمة. أين نحن من هذا المعنى؟ نحن نريد من الدعاة الله تبارك وتعالى أن يتحلوا بهذه المعاني، أن يحرصوا على تعلم هذه المعاني، لأنها مؤثرة في المدعوين، لأنها قوية في جذب المدعوين وفي أسر قلوبهم وفي تحريك أحاسيسهم ومشاعرهم. نعم، قالوا فيما قالوا لقد طبق هذه الآية تطبيقا عمليا، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قالوا كان يطبق هذه الآية تطبيقا عظيما في أرض الواقع، لذلك أثمرت ثمرة عظيمة لا نظير لها. انتشر الإسلام ودخل الإسلام في كل بيوتات الأنصار، ما من بيت إلا وفيه مسلم أو مسلمة. تخيل في عام واحد نجح مصعب رضي الله عنه وارضاه أن ينشر الإسلام بهذه الصفات التي فيه، فدب وانتشر في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. فما عاد بيت من بيوتات الأنصار إلا وفيه مسلم أو مسلمة، بل توجد بيوت أسلمت عن بكرة أبيها، بل قبائل دخلت في دين الله عز وجل بعظيم دعوة هذا الرجل، بفصاحة وبيان هذا الرجل، بحلم ورفق ولين هذا الرجل ورقته، بل بأخلاقياته وسلوكياته. كان دعوة صامتة بكل معاني الكلمة أثمرت ثمرة عظيمة، فغيرت وجه المدينة رأسا على عقب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انظر إلى جميل دعوته وإلى تأثيره العظيم بتلك الصفات التي أشرنا إليها. كان في يوم من الأيام وهو يجوب في أنحاء يثرب في ناحية قبيلة بني عبد الأشهل، أعظم قبائل الأوس على الإطلاق التي يتزعمها سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، أعظم قبائل الأوس على الإطلاق. انظر، فمر في ناحيتها وجمع له أسعد بن زرارة بعض الشباب وبعض الموالي وبعض العبيد على بئر لهم بعيدا يدعوهم إلى الإسلام، فمكث معهم يتلو القرآن ويذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجذب القوم وأسر القلوب وسمعوا بإنصات، وصل الخبر إلى دار بني عبد الأشهل. المجلس العام للقبيلة يتصدره سعد بن معاذ، لم يزل على شركه حتى الآن، وأسيد بن الحضير. بلغه الخبر فاشتاط غضبا وقال لأسيد الرجل الثاني في القبيلة: انطلق إلى هذين وازجرهما وعنفهما وقل لهما كذا وكذا، تغشانا في دارنا بما نكره، تسفهان ضعفانا. وشدد عليه في القول، قال: أفعل. وانطلق أسيد بن الحضير الرجل الثاني في القبيلة إلى المكان الذي يتكلم فيه مصعب مع هؤلاء القوم من الشباب والضعفاء والعبيد والموالي، يدعوهم إلى الإسلام. فلما راه أسعد بن زرارة وكان من الخزرج قال: جاءك سيد قومه. نعم، هذا الرجل سيد في قومه، فاصدقوا الله فيه. فقال: إن يجلس أحدثه. فوقف عليهم متشتما: نعم، تغشان في ديارنا بما نكره، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فاعتزلانا، تسفهان ضعفاؤنا. وظل يتكلم بكلام شديد، فتكلم مصعب بكلام جميل، قال: أو تجلس برفق وبلين وبرقة عظيمة، أو تجلس فتسمع، فإن يعني رضيته قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، إيش رأيك في هذا العرض؟ فقال: أنصفت. كانوا على إنصاف كما قلنا، عندهم مروءة ونجدة. فقال: أنصفت أيها الرجل، وركز حربته وجلس. فتكلم مصعب حميد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله وتلا عليه القرآن وذكروا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحضور: والله لقد رأينا الإسلام على وجهه قبل أن يتكلم، بتهلل وجهه وبالبشر الذي ظهر على وجه الرجل. فقال: ما أحلى هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام، من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يصنع؟ قالوا: يغتسل ويطهر ثوبيه ويتشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. فقام إلى ناحية من البئر فصنع وصلى الركعتين يعلموه، ثم قال: إن ورائي رجلا. عن من؟ عن سعد بن معاذ. إن أسلم لن يتخلف عنه أحد من قومه، لا رجال ولا نساء. رجل له تأثير عجيب، وكأنه يقول: سأتحيل في إرساله إليكم ليسمع. فانطلق أسيد بن الحضير عائدا إلى دار الندوة لبني عبد الأشهل، دخل على القوم، ينظر إليه سعد يقول: أحلف بالله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. رجل تغير، ما الذي حدث؟ ماذا وراءك؟ قال: لا بأس، كلمت الرجلين فسمع وأطاع وقال: نكف عنك ما تكره، لكن شغلني أمر أكبر من هذا. بني حارثة وقبيلة من القبائل علمت أن أسعد بن زرارة بن خالتك هنا، فيريد أن يحقروك فيه، يعني يقتلوه ليغيظوك أنت، لأنه سيد من السادة وبينهم نزاع كما تعلمون. فقام غضبا والتقط حربته وانطلق بنفسه وهو من ورائه، حتى وصل إلى الحلقة العلمية وإلى التوجيه التربوي من مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ويتكلم مع الضعفاء مع العبيد مع الموالي، يقرأ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم سعد بفطنته أن أسيد إنما فعل به ذلك ليسمع من الرجل، فوقف متشتما وقال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني وبينك من القرابة لما يعني لكان مني كذا وكذا وكذا إلى آخره، واعتزلانا، وتكلم بكلام شديد. فقال مصعب: أهو تجلس فتسمع، فإن قبلته فإن رضيته قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت أيها الرجل. فجلس
وتكلم مصعب ودعا بالأسلوب البديع الجميل المؤثر، قالوا والله لقد رأينا الإسلام على وجه سعد قبل أن يتكلم، فتكلم وقال من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يصنع؟ قالوا يغتسل ويطهر ثوبيه ويتشهد ويصلي ركعتين، ففعل وأخذ حربته وانطلق إلى قومه ووقف على ناديهم وهم يقولون لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به منها هنا. الرجل تغير، ما الذي حدث؟ فقال يا بني عبد الأشهل اسمع، كيف تروني فيكم؟ ما رأيكم في؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، ما في كلام، مقدم مصدر لا يتكلم أحد بين يديه. قال فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي فما أمسى المساء إلا والقبيلة بأسرها برجالها ونسائها قد دخلت في الإسلام إلا رجل واحد يسمى الأصيرم عمرو بن ثابت، أسلم في يوم غزوة أحد. انظر القبيلة بأكملها عن بكرة أبيها دخلت في لحظة واحدة بدعوة مصعب لهذا الرجل العظيم. الله أكبر، إنه الدرس، إنها العبرة يا دعاة التغيير. أين السادة؟ أين الكبراء؟ لا تحقروا سادة القوم، لا تحقروا من قدم ووجه، أنزلوا الناس منازلهم، انظروا في هذه القضية وادخلوا إلى البيوت من أبوابها، فقد يوجد من هؤلاء السادة والكبراء والقادة حتى ولو كانوا على باطل في أمر الدنيا من هم أكثر تأثيرا وأرجح رأيا وأعظم مدخلا للناس. منك دعاء، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لماذا نتجاهل هذا المعنى؟ لماذا بعض الدعاء يحقرون من سادة القوم، من كبراء القوم؟ لماذا يطعنونهم؟ لماذا يعني يغمزون فيهم؟ هذا لا يصح، هؤلاء يغلقون عليك الطريق، هؤلاء مفاتح للدخول إلى أولئك الناس. دخل مصعب من هذا المعنى ووصل إلى قبيلة بني عبد الأشهل التي كان لها أبلغ الأثر في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي الانتصارات على فارس وروم، كان لهذه القبيلة دورا عظيما لا ينسى في تاريخ هذه الأمة أبدا. بمن؟ بدعوة مصعب لهذا الرجل الذي فتح القبيلة بهذه الكلمات التي سمعتم. نعم، نجح مصعب رضي الله عنه وارضاه في غزو بيوتات المدينة حتى أصبح الإسلام في كل بيت وفي كل حارة وفي كل نجع وفي كل قرية وفي كل شعب أصبح الإسلام منتشر بفضل الله تبارك وتعالى. أخذ مصعب يعد العدة لأن الموسم على مقربة، وخرج في موسم الحج الجاهلي مع يثرب، وخرج في كم؟ في 70 رجل أو يزيدون، يعني كما اختلف الرواة في هذا، كان في الأول 6 12، وصلوا إلى 70 من القيادات انتقلوا مع مصعب يحمل تقريرا مفصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في هذا الحول وعن النتاج وعن طبيعة القوم وطبيعة الأرض وعن المستقبل في هذا المكان وعن أنه صالح للانطلاقة إلى العالمية، وقدم تقريره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والذي اجتمع بال70 عند العقبة الكبرى اجتمع معهم، فكانت بيعة العقبة الثانية وفيها تفاصيل وفيها بنود وفيها توجيهات وفيها معاني سنعرفها إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، حكام منهم والمحكومين، اللهم أصلح حال نسائنا وأحوال شبابنا، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، وأصلح بنا وجعلنا دعاة مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أنصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز منتقم، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز منتقم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.